المسألة الأولى أن قال إنهم خوارج إباضية ولكنهم يخفون مذهبهم لأن الحاكم سني. ما أنت على ذلك كلمة خوارج هي طرحت وقتلت بحثا، لكن كما قال الإمام السالمي الإباضية في عمان ما مر عليهم وقت يخفون فيه مذهبهم، بل بالعكس تجد الحكام من غير الإباضية يعني يجاملون الإباضية ويراعونهم أو يداهنونهم. الشيخ السالمي قال يداهنونهم. وفي الحقيقة أنا فقط أوسع أو أوجه كلام الإمام السالمي، أقول على أن بدليل أن الحاكم الهرمزي أو والي الهرمزي كان يجامل الإباضية وكان يراعيهم أنه لم يحدث أي تغيير مذهبي في قلهات وما حولها، بالرغم من طول فترة حكم الهرمزيين التي استمرت لما يقارب من قرنين. فلو كان كذلك لحدثت مناوشات وثورات. الناحية الثانية أن الإباضية لم يثوروا على الحكم الهرمزي في قلهات، ما حدثت ثورة ضده. على مدى القرنين الثامن والتاسع الهجريين وإنما ضعفت السلطة، ولعل بعض الولايات أو بعض المدن العمانية خرجت عن سيطرتهم فبقوا في قلهات إلى أن جاء البرتغاليون في بداية القرن السادس عشر الميلادي، يعني 1507 بداية وجود البرتغال. لو كان هنالك فعلا تأثير مذهبي وتعصب مذهبي، إن كان تحدث ثورة، تحدث مناوشات، تحدث تأثير مذهبي، ولكن هذا الشيء لم يكن، بدليل أن السلطة آنذاك السلطة الهرمزية في قلهات أو على قلهات كانت فعلا تراعي الإباضية. يعني هذا يعني كتوجيه لكلام الإمام نور الدين السالمي رضي الله تعالى عنه، وهذا هو في الحقيقة الواقع. سوء الفهم الثاني والولع، وهذا لا نقول نفرية، لأن قد يكون أحد من غير الإباضية أخبره عن ذلك، قد يكون شخص ما من أتباع العامل الهرمزي ذكر له هذا الشيء، يعني قد يكون يعني بنية طعن في الإباضية، بنية شيء من هالقبيل. تعرف الناس لا يعني يحدث منهم في بعض الفترات وبعض الناس هكذا.